هاي دير. النهارده معانا مع صوت جديد هنتابع بيه سلسله الصوتيات بتاعتنا اللي احنا بدأناها. انا زي ما وعدت ان احنا هنعمل سلسله اصوات للمبتدئين اللي هم عايزين يتعرفوا على الاصوات بتاعت الانجليزي بشكل مبتدئ، وان شاء الله هبدا في هنا يعني بعد فتره بسيطه في سلسله الاصوات للمستوى المتقدم. يعني في نقط كتيره كده في نطق الانجليزي، مش موضوع اصوات الحروف بس، لا في حاجات كتيره ممكن نتكلم فيها ومفيده جدا في النطق، بس دي هتبقى طبعا المستوى المتقدم ودي هبدا فيها خلال ايام. النهارده معانا مع صوت من الاصوات اللي بتلخبط الواحد وهو بيقرا. الصوت بتاع النهارده هو الصوت ده رمز الصوت بتاعه. زي ما اتعلمنا مهم جدا عشان اعرف الصوت لازم اعرف رمز الصوت بتاعه، عشان وانا بتعامل مع قواميس او كده لو لقيت كلمه قدامي اعرف انطق الصوت بتاعها كويس. المهم صوت النهارده هو الصوت ده رمز الصوت بتاعه. زي ما قلنا رمز الصوت ده بنعمله بين شرطتين نايمين كده، وده رمز الصوت بتاعه. يعني لو شفت في قاموس الرمز ده هعرف ان ده مقصود بيه الصوت. طبعا معظمنا عارف ان الصوت او ما يشبه صوت الشين بيجي بالعربي. الاشهر تركيبه دي او اشهر حروف او اشهر طريقه لكتابته هي الاس الاس والاتش. اس اتش لما بيدمجوا مع بعض بيدون الصوت ش زي كلمه شوب شوب ش او شوب. طبعا زي ما شرحت في فيديو قبل كده ان الاو ده بيختلف من الامريكان للبريتش، فلو بنطق بريتش هنطق شوب هنطقه او، لو امريكان هنطقه ار، فلو بنطق امريكان هتبقى شوب، لو بريتش شوب. الاثنين صح والاثنين موجودين واي نقطه فيهم بيمشي مفيش اي مشاكل. طبعا صوتنا النهارده هو ش الاس والاتش ده اشهر تركيبه دي. تاني كلمه كلمه شور شور اللي هو الشاطئ. تالت كلمة وكلمة مشهورة جدا هي كلمة فيش فيش. طيب لكن هل كل الكتابة بتاعت الصوت ش هو حرف هو الاس والاتش بس؟ لا، الصراحة الصوت ش دلوقتي معقد شوية أو مربك شوية، وفي تركيبات كتير بتديني الصوت ش زي أشهرهم أو منهم السي. حرف السي ممكن يديه صوت ش. اسمع مع بعض الكلمه دي كده اوشن اوشن. حرف السي هنا منطوق صوت ش. هنطقها تاني اوشن اوشن اللي هو المحيط. السي والاتش طبعا السي والاتش في بعض الكلمات بتديني صوت ش زي كلمه شاف شاف مشين مشين. كمان من ضمن الباترنز او التركيبات بتاعت الصوت ش هو السي والاي والاي. لما السي يصادف الاي والاي في كلمه هيبقى الصوت بتاعه ش زي سبيشال سبيشال كلمه سبيشال. طبعا معظمنا نسمعها يعني خاص او مميز. طبعا في ممكن نسمعها سبيشال وده نطق غلط، هي سبيشال. فيشال facial برضه السي هنا اداني صوت ش. كمان سي زائد اي واو برضه بيديني الصوت ش زي delicious delicious يعني لذيذ. سي واي واي برضه بيديني الصوت ش زي ancient ancient يعني قديم او اثري. الاس مع اليو برضه الاس مع اليو بيديني صوت ش زي كلمة شوجر شوجر اللي هو السكر. وفي كلمة كمان زي كلمة شور شور اللي هي معناها بالتأكيد، برضه هنلاقي الاس هنا بيديني الصوت ايه ش لوحده كده معاها اليو شور شوجر شور. برضه دبل اس دبل اس يعني اتنين اس ورا بعض
ممكن يدوني الصوت طبعا هي مش مشهوره يعني نادرا لما الاسم والاسم بيدوني الصوت ده تقريبا هي الكلمه دي بس اللي هي كلمه راشا 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 ملاحظ ان الدبل اس منطقين طبعا راشا مش هي راشا اللي هو اسم البنت لا راشا هنا هي دوله روسيا راشا تي اي او برضو تي لما يجي وراها اي او او بتنطق زي ناشنال ناشنال انفورميشن انفورميشن معناها معلومات طيب التي مع الاي والاي برضو بيديني نفس الصوت اللي هو الصوت زي الكلمه ديتي بارشال 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 بكده نكون خلصنا الصوت بتاعنا صوت النهارده والصوت ش وده الرمز الصوت بتاعه ما تنسوش دعم في القناه يا ريت بالاشتراك واللايك ولو في تعليقات ولو ليكم اي طلبات لفيديوهات معينه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات شكرا جود باي